ليلة ليلة الأحد أول العشر الأوسط من رمضان. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم الأولى والآخر. في هذه الليلة أود أن أذكر نفسي وإياكم باغتنام الوقت قبل فواته، فإن الأيام تمضي بسرعة، ولا سيما في وقتنا هذا، فإن الإنسان بينما هو في يوم الجمعة وإذا بالجمعة التالية كأن لم يكن بينهما إلا يوم واحد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. الزمان قريب، متقارب جدا جدا. جرب نفسك، شهر رمضان في العام الماضي كأنه لم يمضي إلا في شعبان، هذا ما أجده في نفسي، ولا أدري أتجدون ذلك في أنفسكم أو لا. نعم، تجدون هذا كأنما دخل شهر رمضان هذا العام الليلة الماضية، والآن تم ثلثه، والثلث كثير. نسأل الله تعالى أن يعفو عما مضى وأن يعيننا على الأعمال الصالحة فيما بقي. العشر الأوسط أفضل من العشر الأول، والعشر الأخير أفضل من العشر الأوسط. تجدون أيضا أن هذا في الغالب مضطرد، أن الأوقات الفاضلة آخرها أفضل من أولها. يوم الجمعة عصره أفضل من أوله، يوم عرفة عصره أفضل من أوله. والحكمة في هذا والله أعلم أن النفوس إذا بدأت بالعمل كلت وملت، رقبت بفضل آخر الأوقات على أولها حتى تنشط على آخر الوقت، حتى تنشط على آخر الوقت فتعمل العمل الصالح.